الرحيم. المحاضرة التانية إن شاء الله هنعرض فيها المكونات البرمجية للحاسب الآلي، فبرمجيات نظم الحاسب تعد أساسيات لازمة ومهمة لتشغيل الحاسب الآلي. طبعا مفيد ان احنا نتعرف على هذه البرمجيات، فمنها برمجيات الترجمة وتحتوي على برامج التجميع والترجمة والتفسير، منها برمجيات نظم التشغيل، منها نوع ثالث برمجيات التطبيق، ثم نوع رابع اللي هو برمجيات مساندة كمثال برمجيات تهيئة الأقراص وبرمجيات التوقيت إلى آخره. نبدأ ببرامج الترجمة. فيما يختص ببرمجيات الترجمة اللي قلنا فيها إنها بتشمل برامج التجميع والترجمة والتفسير، إيه مين أو الوحدة اللي بتقوم بهذه الترجمة؟ أولاً عشان نبدأ نقول ما هي الوحدة التي تقوم بهذا النوع من البرمجيات، لازم نبص على اللي بنسميه عملية الترجمة. تبدأ من البرنامج، ثم المترجم اللي بيضعه المصممون، ثم البرنامج مرة أخرى، ثم الوحدة. يبقى دي وظيفة برامج الترجمة. وإن كنت أرى إن في هذه البرامج يكفي تعريف المكونات الأساسية بتاعتها دون الدخول في تفاصيل هذه البرمجيات، وإن كان أيضا هذه البرامج تنفذ من قبل وحدة المعالجة المركزية أو CPU. فمثلا برنامج التجميع كأحد البرامج أو برامج التجميع بتبدأ من برنامج معين، ثم ينتقل إلى المجمع، ثم إلى برنامج، ثم إلى الوحدة. أيضا المترجمات بنفس الكلام. يبقى إذن يكفينا إن احنا نعرف أن برامج الترجمة تكون خاصة ببرمجيات التجميع اللي هي المجمعات، والمترجمات ثم برامج التفسير. أما برمجيات نظم التشغيل للحاسب، مجموعة من نظم التشغيل سوف نهتم فيها بأنواعها فقط ونركز على البعض. هنا سوف نتعرف على أشهر أنواع نظم أو أنظمة التشغيل المستخدمة في الحواسيب، كنظام أولاني نظم أو نظام المعالجة بالحزمة أو الدفعة، الثاني بنسميه أو بيعرف بنظم المعالجة المباشرة، الثالث عبارة عن نظام المعالجة الزمنية، الرابع بنسميه نظام المعالجة الفورية. وكل من هذه الأنظمة له استخدامات وله أيضا طرق فيه
العمل. يكفي معرفة هذه النظم فقط. بنلاقي أيضا هناك البرامج المساعدة وبرمجيات التطبيق. دعونا نبدأ في التركيز على لغات برمجة الحاسوب. هذه اللغات منها اللغات ذات المستوى المنخفض وتعرف بلغة الآلة ولغة التجميع. أما النوع الثاني فهي عبارة عن اللغات ذات المستوى العالي كلغة البيزك والكوبل والفورتران والباسكال والسي والدبل سي إلى آخره. كل هذه لغات يمكن استخدامها في وضع برامج معينة. هذه البرامج يكون لدى الحاسب القدرة على تنفيذ هذه البرامج الموضوعة طبقا لهذه اللغات. برامج الترجمة تعمل على ترجمة البرامج المكتوبة من اللغات الموضوعة بها إلى لغة الآلة، لأن الحاسب لا يفهم سوى هذه اللغة. وبصفة عامة يمكن تقسيم اللغات إلى ثلاثة أنواع: لغات تقليدية، ولغات بدائية، ولغات بيسموها كينونية. اللغات التقليدية مثل لغة البيزك والفورتران. لغة الفورتران لغة تتصف بأنها لغة علمية، أما لغة البيزك فهي لغة شائعة ومعروفة. اللغات البنائية مثل لغة الكوبل ولغة الباسكال وأيضا لغة السي. أما اللغات الكينونية فمنها لغة اللي بنسموها دبل سي أو الجافا. أنظمة التشغيل المختارة تطورت طبعا نظم التشغيل الحواسيب، فكلما تطورت التكنولوجيا وانتقلت الحواسيب من جيل إلى آخر، هذا يعمل على تطوير الحواسيب، بمعنى تطوير عمل الوحدات المختلفة للحاسب، تطوير التخزين، تطوير حجم البيانات المستخدمة أو حجم المجتمع. أي أن أي تطوير في الحواسب يتبعه تطوير في إمكانية القيام بتنفيذ الأوامر من حيث السرعة والحجم وكثافة التخزين والقدرة على التشغيل. من مهام نظم أو نظام التشغيل إدارة المعالجات، إدارة الملفات،
إدارة الذاكرة، إدارة وحدات الإدخال والإخراج، إلى جانب الحماية والمحافظة على أمن وتكامل البرامج. يبقى إذن عند السؤال عن مهام نظام التشغيل نجد أن له 5 مهام. أولها إدارة المعالجات، إدارة الملفات، إدارة الذاكرة، إدارة وحدات الإدخال والإخراج، ثم الحماية والمحافظة على أمن وتكامل البرامج. هناك العديد من نظم أو أنظمة التشغيل. في البداية كان النظام الموجود هو عبارة عن نظام التشغيل الدوس، وكان نظام التشغيل الدوس يعتمد على قيام المستخدم بإعطاء الحاسب الأوامر أمر يلو الآخر، بحيث أنه كان يعمل بأوامر مكتوبة. هذه الأوامر المكتوبة تدخل للحاسب وتترجم إلى لغات الآلة أو لغة الحاسب، فيقوم الحاسب بإيه؟ بتنفيذها. وبالتالي نظام الدوس كان لابد من معرفة لغة من اللغات التي تمكن المستخدم من كتابة البرنامج ثم إدخاله للحاسب ليحول إلى لغة الآلة ليقوم بتنفيذ هذا البرنامج أو هذه الأوامر. أما النظام الحالي الموجود والأكثر استخداما وهو الأفضل استخدام في هذا الوقت الحالي، هو عبارة عن نظام الويندوز أو يسمى نظام النوافذ. وإن كان في تطور مستمر، بمعنى إنه بدأ برضو بنظام النوافذ العادي، ثم طلع منه الاكس بي، ثم طلع ويندوز 7 ويندوز 10 الى اخره من الانواع الخاصة بنظم النوافذ المختلفة. يبقى اذا نظام التشغيل المعمول به حاليا هو عبارة عن نظام الويندوز، وله اصدارات مختلفة ويتطور باستمرار، وفي كل فترة يظهر نظام أحدث من السابق. القائمة على هذه على نظام الويندوز هي عبارة عن شركة المايكروسوفت. كمثال، في سنة 1985 طورت النظام الى نظام الاكس بي او ويندوز اكس بي، وبعدها ظهرت نظم كثيرة للنوافذ. ايا كانت النظام المستخدم، سواء هو ويندوز اكس بي او ويندوز 7، فالاختلافات الموجودة ما بينهم بتكون اختلافات ليست بالكثيرة. ويستطيع المستخدم لنظم الويندوز الانتقال من نظام الى اخر بدون اي اجهاد. نيجي على كيفية التعامل مع نظام النوافذ كمثال، اللي هو نظام الاكس بي. قبل ما نعرف نظام الويندوز اكس بي
لابد من توضيح الأدوات التي من خلالها نستطيع التعامل مع النوافذ. يعني ايه هي وسائل الادخال التي تستخدم غالبا مع نظم النوافذ او نظام النوافذ؟ هنلاقي ان اول وسيلة هي عبارة عن الكيبورد او لوحة المفاتيح. ولو جينا بصينا على الكيبورد او لوحة المفاتيح هنلاقيها انها بتحتوي على انواع مختلفة من المفاتيح، منها مفاتيح وظائف يقوم بها الحاسب وبتاخد رموز من F1 الى F12 مثلا او اكثر من ذلك. في مفاتيح الخروج او الهروب من العملية يعني الرجوع، في مفاتيح الجدولة، في مفاتيح او مثبت اللي هي بيدي الحروف العالية او الحروف العكسية اللي هي يدي الحروف الاصلية، في مفاتيح الآلة الكاتبة اللي هي الحروف العادية بتاعتنا العربي والانجليزي، في مفاتيح الاحرف، في المسطرة بتاعت المسافات، في مفاتيح الادخال ثم اللي هو الانتر، في مفاتيح الاسهم للتحرك على الشاشة من مكان لاخر جهة اليمين واليسار واسفل واعلى، في الارقام اللي هي الموجودة الحسابية، وقد تكون الارقام موجودة في اماكن اخرى. اذا لوحة المفاتيح لها استخدامات او تستخدم في التعامل مع نظام النوافذ اللي هو XP او اي نظام للنوافذ. وقلنا ان فيها مفاتيح للاحرف الحروف يعني، فيها مفاتيح للارقام، فيها مفاتيح للارقام المصنفة، فيها مفاتيح وظائف، فيها مفتاح ترك المهمة، فيها مفتاح للجداول اللي هو التاب، فيها مفاتيح الأحرف الكبيرة، فيها الشيفت، في مفتاح اسمه الباك سبيس، في مفتاح التحكم اللي هو الكنترول كي إلى آخره. نجد أن هناك عدد كبير من المفاتيح لو جيت ظللت عليها بهذه الطريقة كل هذه المفاتيح موجودة في لوحة الإدخال أو الكيبورد. أيضا نظام النوافذ بنستطيع فيه استخدام الفأرة أو الماوس في إدخال الأوامر. الفأرة عبارة عن جهاز يمكن استخدامه في إعطاء الأوامر للحاسب من خلال نظام النوافذ، سواء بالنقر على الزر جهة اليسار او الزر جهة اليمين لكل منهم اغراض، او النقر المزدوج، او السحب والالقاء بمعنى انه يمكن سحب الملف او سحب اي شيء من مكان الى اخر. ثم ايضا يصلح فيه الكوبي بمعنى انه بالضغط على الماوس على الزر جهة اليمين تظهر مجموعة من الخيارات، منها خيارات القص
والنسخ واللصق وتعديل في الخطوط إلى آخره من الأوامر الموجودة، وأيضا بالضغط على الزر جهة اليسار توجد عمليات أخرى يعلم أو يؤشر على المكان الموجود، وفي هذه الحالة بالتأشير عليه يمكن نقل الملف من مكان إلى آخر عن طريق الفأرة. يبقى بالتالي عندنا في وسيلتين لنتعامل فيهم مع نظام النواب، الأولى هي عبارة عن الكيبورد والثانية هي عبارة عن الماوس. دعونا نبدأ بكيفية تشغيل الحاسوب. كيفية تشغيل الحاسوب بمعنى إذا كان موجود أمامك حاسب آلي، الحاسب يعمل عن طريق التوصيل بالتيار الكهربي، أو إذا كان هناك مصدر للطاقة غير الكهرباء يمكن أن يقوم بتشغيل الحاسب. يبقى بداية لابد أن يكون هناك مصدر للطاقة، سواء هو بطارية أو مصدر كهربائي، يبقى لابد أن يتم توصيله بالحاسب لبداية العمل. بالضغط على مفتاح التشغيل بيفتح أو بتظهر شاشة الويندوز بهذه الصورة، فيها زرار البداية أو الابدأ أو بيسموه ستارت، فيها شريط المهام، في شريط تحويل اللغة من اللغة العربي أو الإنجليزي أو أي لغات أخرى، في شرايط اسمها شريط تشغيل السريع، بالإضافة إلى أن الشاشة بتاعة الويندوز أو النافذة بيكون عليها أيقونات مختلفة خاصة بالملفات وخاصة بالبرامج وخاصة بالمكونات بتاعة الحاسب، ولكن هناك أساسيات زي ماي كمبيوتر وسلة المحذوفات إلى آخره. يبقى إذن النافذة بتأخذ هذه الصورة وتسمى سطح المكتب. سطح المكتب وعبارة عن الشاشة التي تظهر عند تشغيل الحاسب، ويمكن منها الدخول على أي برمجيات موجودة على الحاسب، سواء هو ملفات أو سواء هي برامج تشغيل. استخدامات أو استخدام سطح المكتب، يتكون سطح المكتب من ثلاث مجموعات أو ثلاث عناصر أساسية. الأولى عبارة عن الأيقونات بتاعت سطح المكتب، وكل أيقونة زي ما قلت إن هي عبارة عن برنامج أو مجلد أو ملف. إضافة إلى ذلك هناك شريط المهام، وفي الزر أو الزرار بتاع ابدأ أو ستارت، وله أيضا مهام بيقوم بيها. بالإضافة إلى ذلك في أزرار التشغيل السريع والتاريخ والوقت وتحويل اللغة والصوت والفيروسات اللي هي برامج الأنتي فيروس وأي برامج أخرى بتظهر في أزرار التشغيل السريع للبرنامج. بمعنى أن بدل ما المستخدم
يبحث عن البرنامج داخل الحاسب بيكون موجود فيه شريط التشغيل السريع يقدر يستخدمه بسهولة. في شريط آخر اسمه شريط المهام في نظام النوافذ، يمكن أو يحتوي على مجموعة من الأوامر التي يقوم الحاسب بتنفيذها. يبقى قلنا في أيقونات سطح المكتب، في شريط المهام، في زر الستارت أو ابدأ، في كمان أزرار التشغيل السريع، بالإضافة إلى شريط المهام الموجود. ولكن سطح المكتب بصفة عامة من أهم الأيقونات الموجودة عليه اللي هي أيقونة ماي دوكيومنت أو المستندات. هذا المجلد هو موقع التخزين الافتراضي للمستندات والرسومات والملفات، ويتضمن مجلد المستندات ومجلد الموسيقى والفيديو وإلى آخره، يعني كل الملفات بتكون موجودة هنا، بالإضافة إلى أيضا ماي كمبيوتر أو جهاز الحاسوب. يمكن من خلاله التعرف على محتويات القرص الثابت والمرن أو الأقراص المرنة وبعض الملحقات الخاصة بالبرمجيات أو الأقراص الموجودة داخل الحاسب. في مواضع شبكة الاتصال، إذا كان هناك اتصال بشبكات للمعلومات يكون موجود أيضا مواقع الاتصال. في بنلاقي أساسيات مثل سلة المحذوفات، البرامج التي تحذف من على الحاسب لا تحذف نهائيا مباشرة، ولكن توضع في سلة المحذوفات لفترة ثم يتخلص منها الحاسب أو المستخدم. في برامج اسمها برامج الاتصال بشبكة المعلومات اللي هي الانترنت اكسبلورر او الاتصال بالانترنت بسرعة. يبقى اذا كل هذه ايقونات اساسية توجد على سطح المكتب بصفة دائمة، توجد على سطح المكتب بصفة دائمة. يمكن للمستخدم بالضغط عليها مرتين تفتح ويقوم المستخدم بالتعامل معها حسب المطلوب. ويمكن باستخدام الماوس أيضا التعامل مع هذه الأيقونات، ولكن دعونا نبدأ بأيقونة ماي كمبيوتر. عند الضغط على أيقونة الماي كمبيوتر أو جهاز الكمبيوتر، ما الذي يظهر؟ يظهر نافذة بهذه الصورة المعروضة أمامنا، بنلاقي أعلى شريط هو عبارة عن شريط العنوان الذي يوضح أن هذه الأيقونة أو هذه النافذة نافذة جهاز الكمبيوتر. يليها شريط القوائم من مجموعة من القوائم المنسدلة زي ملف تحرير عرض المفضلة أدوات تعليمات
في شريط الأدوات اللي هو بيبحث، والتراجع أو التقدم للخلف أو للأمام، في شريط التمرير اللي هو بيعلي أو يحرك الشاشة نفسها، في مكونات زي المستندات، في محركات الأقراص الثابتة اللي هي القرص المحلي دايما متقسمة إلى A إلى C ودي وإي، ودي بترجع إلى تقسيمة المستخدم للجهاز بتاعه. قد يكون مقسم إلى 2 بارتيشن أو 3 بارتيشن أو 4 حسب الساعة بتاعته وحسب الجهاز. أيضا هناك أجهزة التخزين القابلة للإزالة، بمعنى أن المستخدم يقوم بإدخال وسيلة التخزين إما لنقل المعلومات منها إلى الحاسب، أو بالعكس إنه ينقل معلومات من الحاسب إلى هذه الوسيلة زي الأسطوانات والفلوبي والفلاشات إلى آخره من الوسائل التخزين. لو جينا نظرنا إلى أول شريط، هو عبارة عن شريط العنوان. شريط العنوان بيحمل أزرار أو زراير خاصة، هي عبارة عن إغلاق النافذة بهذا الزرار، وهنا زرار التصغير أو المينيمايز، وفي زرار تاني اللي هو تالت اسمه زرار التكبير. يبقى في ثلاث زراير، ولكن دوت بتاع الإغلاق ده أساسي اللي هو نقدر نغلق بيه النافذة، وبتاع التصغير بينزلها في الشريط أسفل وبيصغرها. أما الشريط اللي هو أو الإشارة اللي هي الزر التالت، وعبارة عن زر اللي بنسميه الاسترجاع أو الـ ما يسمى الريستور. يبقى إذن في عندي ثلاث أزرار أساسية، واحد للإغلاق، الثاني للمينمايز يعني يصغر ويكبر، الثالث هو عبارة عن التصغير إلى أو بيسموه تصغير الملف أو النافذة إلى أقل جزء، بحيث ان هو بخلاف شريط الادوات الموجود في الاسفل دون ان تظهر. اما العنوان بتاعها فهو عبارة عن جهاز الكمبيوتر، ايقونة التحكم في جهاز الكمبيوتر يمكن وضعها في اي مكان على سطح المكتب، وباستخدام الماوس او باستخدام لوحة المفاتيح يمكن التعامل مع الايقونات الموجودة على النافذة. كمثال بالنسبة لجهاز الكمبيوتر، قلنا ان في عندنا ق
قائمة أو شريط القوائم اللي فيه ملف وتحرير وعرض، وفيه المفضلة وفيه أدوات وفيه تعليمات للويندوز. كل ديت قوائم. كمثال لو فتحنا القوائم دهيت، الشكل اللي قدامنا يقول ان ده ماي كمبيوتر وده جهاز الكمبيوتر، هما الاتنين قوائم او شكلين متشابهين، ولكن ده بيعرض باللغة الانجليزية وده باللغة العربية، وكلاهما يعود الى البرامج او برنامج النوافذ المستخدم في الحاسب، هل هو بلغة معينة ويمكن التغيير من لغة الى ايه الى اخرى حسب امكانية المستخدم في التعامل مع اللغة. كمثال قائمة الفيو اللي هي العرض تشتمل على التول بار اللي هي اشرطة الادوات، تعتمد على شريط المعلومات، المستكشف، المصغرات، التجانب، الرموز، كل ده الكلام ده موجود عندنا في قائمة العرض. وهذه القوائم بها أوامر رئيسية، قد يكون لكل أمر منها أوامر فرعية تظهر بمجرد الوقوف على الأمر الموجود في القائمة. للتعامل مع الأيقونات أو الأوامر الموجودة على النوافذ، قلنا بتتم إما بالماوس أو باستخدام الكيبورد. فكمثال بالضغط على الماوس على مفتاح الإغلاق تغلق النافذة، بالضغط على مفتاح التصغير يتم تصغير النافذة ومحواها من على النافذة، بالضغط على مفتاح التصغير والتكبير يتم عرض النافذة على كل الشاشة أو على جزء من الشاشة. كل هذا الكلام لم يعد في الوقت الحالي بالصعوبة، لأن أصبح الجميع يستطيع إن هو يتعامل مع الكمبيوتر حتى ولو بنظام التجربة والخطأ. لو جينا قلنا ابدأ أو ستارت بالضغط على ستارت في جهاز الكمبيوتر، ماذا يحدث؟ تظهر مجموعة من الأوامر والمكونات الخاصة بالحاسب، بيظهر شريط المهام ونقدر نجيب منه أي ملفات نبحث عنها أو برامج نقدر نظهرها لبداية تشغيلها،
فزي ما احنا شايفين كده في الصورة ديت، بالنسبة لقائمة ستارت أو ابدأ برضو معروضة باللغة الإنجليزية واللغة العربية. هنا بتحتوي على البرامج الموجودة على الحاسب، الضغط على قائمة ستارت تفتح هذه النافذة فيها البرامج وفيها مجموعة من البرامج التي تظهر مباشرة، بالإضافة إلى أي برامج موجودة على الحاسب يمكن أن تظهر بمجرد الضغط على أيقونة ماي كمبيوتر. يبقى في عندي برامج موجودة أساسية على الحاسب زي الكالكوليتور، زي الفريند، زي البنت، زي الريموت إلى آخره، ولكن كافة البرامج أو الأول بروجرام يظهر فيها مجموعة، بالضغط عليها تظهر مجموعة البرامج التي يتم إدخالها إلى الحاسب، بمعنى أن هذه الأيقونة تحمل مجموعة من البرامج غير الموجودة قدامنا كالمفكرة والرسام والبريد الإلكتروني والإنترنت والكلام ده، أساسيات بتظهر في البرنامج. أما البرامج نفسها الأخرى فيمكن الوصول إليها من بالضغط على كافة البرامج أو البروجرام. بالنسبة لإغلاق الحاسب، إذا كان الحاسب موجود وإحنا بنغلقه، أيضا بالضغط على الستارت بيدي ثلاث أوامر. الأول هو عبارة عن إيقاف التشغيل، الثاني إعادة التشغيل، ثم الثالث هو عبارة عن وضع الاستعداد أو ما يسمى اللي هو بنسميه ستاند باي. بالنسبة للإشارة الأولى اللي هي موجودة بهذه الصورة، عبارة عن تيرن اوف، إيقاف التشغيل لإغلاق النوافذ وفصل التيار الكهربي عن الجهاز، بالضغط عليها بيخرج الجهاز من العمل. أما الأمر الثاني اللي هو وضع الاستعداد أو الستاند باي، تستخدم لفصل الطاقة عن الشاشة فقط والقرص الصلب، مما يؤدي إلى تخفيض الاستهلاك. الأيقونة الثالثة أو الأمر الثالث اللي هو الريستارت، إعادة التشغيل مع نظام النوافذ، بمعنى أن يقوم الحاسب بالخروج من العمل ثم العودة إليه مرة أخرى. إذا انتقلنا إلى مستكشف النوافذ أو الويندوز إكسبلورر، نجد او نعلم ان نظام النوافذ الاكس بي او اي نظام للنوافذ يحتوي على مستكشف الويندوز اللي هو الويندوز اكسبلورر. من خلال هذا البرنامج يمكن القيام بعدة اعمال، منها نسخ ونقل وحذف وتغيير اسماء المجلدات، بمعنى ان المجلد او الملف قد يكون باسم معين ويمكن التغيير او اعادة التسمية، يمكن التحكم في طريقة عرض محتويات الاقراص، التحكم في طريقة عرض المجلدات ومحتوياتها،
ثم اخيرا تهيئة الاقراص المرنة والنسخ منها، بمعنى ان ممكن نفرغها او ننسخ منها وننقل ما بين الاقراص المختلفة. عشان نشغل البرنامج بنبدأ نضغط على ستارت ونجيب البروجرام او كافة البرامج، ثم نختار برامج الملحقات ومنها نضغط على ويندوز اكسبلورر، او بالضغط على ستارت بالزر الأيمن للفأرة، ومنها يتم اختيار اكسبلورر أو استكشاف زي ما هو ظاهر قدامنا في الشكل ده. شكل مجرد تضغط على ستارت أو ابدأ بزر الماوس الأيمن يتفتح قائمة منسدلة قدامنا هي، نختار منها استكشاف، او ان احنا نشتغل بالاسلوب اللي هو الاولاني. وكل دي زي ما احنا شايفين عبارة عن اشياء او اوامر للتعامل مع نظام النواة. اذا انتقلنا الى المستندات، المستندات عشان اجيبها بتيجي من سطح المكتب، تكون موجودة عليه، أحد الأيقونات الموجودة على سطح المكتب، أو إن إحنا بنبحث عليها بشكل أو بآخر. ننتقل إلى كيفية فتح وإنشاء ونقل وإعادة تسمية وحذف الملفات. يمكن طبعا إنشاء ملف بالضغط على الفأرة على الزر الأيمن، ثم اختيار منها امر النيو. لما بنختار النيو او بنضغط على نيو بيظهر قدامنا مجموعة من انواع الملفات، ممكن فولدر، ممكن مايكروسوفت اكسس قاعدة بيانات، ممكن نجيب او نكون او ننشئ مايكروسوفت وورد دوكيومنت او اكسل او باوربوينت الى اخره. يعني يمكن باستخدام امر نيو بالضغط على الفأرة في الزر الايمن نصل الى امكانية تكوين او انشاء ملف جديد حسب النوع المطلوب. نفس الكلام يقال، بمعنى ان احنا فتح ملف او انشاء ملف يتم باستخدام الماوس، ويمكن نقله من مكان الى اخر عن طريق
القص واللصق او السحب، ويمكن اعادة التسمية ويمكن الحذف. فدعونا نكون ملف بهذه الطريقة، وليكن فولدر. مجرد الضغط على الفولدر يتكون ملف جديد اسمه نيو فولدر. النيو فولدر ممكن نفتحه عن طريق امر الاوبن، ممكن نعمل له عملية قطع يعني باستخدام الامر دوت. يمكن ايضا ايجاد او اجراء عملية نسخ بالكوبي، وبعد ما نعمله نسخ ممكن لصقه او نعمله بيست في اي مكان اخر. يمكن عمل كريتد شورت له، ممكن نعمل له الغاء ديليت او رينيم يعني تغيير اسمه. كمثال لو جينا قلنا رينيم بيقف على الاسم، وانا عليا ان نكتب مثلا الاسم اللي انا عايز اكتبه زي اس دي مثلا، يبقى انا سميته اسم جديد اسمه اس دي. ويمكن اعادة تسمية الملف اكتر من مرة. اما بالضغط على الامر الاخير اللي هو بروبارتيز فبيدي خصائص هذا الملف من ناحية الساعة بتاعته والحجم بتاعه الى اخره، وهل هو يستخدم او للقراءة فقط الى اخره من الاوامر الموجودة عندنا. يبقى اذا يمكن اجراء فتح او انشاء او نقل او نسخ او اعادة تسمية الملفات بسهولة، ولكن الافضل ان تكون هذه العمليات باستخدام الفأرة افضل من اي وسيلة اخرى. مكتوب هنا طبعا لفتح مستند جديد نعمل ايه، لانشاء مجلد، لتغيير اسم مجلد، لتظليل عدة ملفات متتالية. كل ديت تعتبر اوامر يمكن تنفيذها باستخدام الحاسب. وايضا يمكن تنفيذ اوامر الطباعة للملفات والنسخ وتهيئة الاقراص. كل هذه الاشياء يمكن تنفيذها. بالنسبة لخيارات الملفات وهي عبارة عن تغيير خصائص الملفات، لتغيير خواص او سمات الملفات يمكن ان نختار او نحدد السمات المطلوبة من خلال مربع خانة الخيارات، هل هو للقراءة فقط او جعله للقراءة فقط او نخليه مخفي يعني يخفى الملف او يوضع في الارشيف الى اخره. سنتوقف عند إدارة سلة المحذوفات أو الأيقونة، ونكمل في المحاضرة اللي جاية إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.